ينفعش تهددهم، وان شاء الله عيدكم مبروك. ربما احنا على ابواب العيد ومعناش فرصه اخرى باش نتقابلوا، فنغتنم الفرصه هذه باش نعيد عليكم. لن اضيف الكثير على ما تكرم به السيد مندوب الجهه للتربيه، سوى اني اريد ان اقول اني سعيد جدا بالاشراف على مثل هذه المناسبه لتكريم ابنائنا المتفوقين في طيله السنه الدراسيه الفارطه، وايضا باش نحفزوا ونشجعوا ابنائنا اللي ماهمش حاضرين السنة باش يكونوا ان شاء الله في المستقبل هم ايضا متفوقون، وبالنسبه للسنه القادمه ايضا ان شاء الله يكونوا ما بيناتنا حتى نكرموهم. فالمناسبه هذه مش مواجهه فقط اساسا للمتفوقين، ولكن مواجهه ايضا لجميع ابنائنا التلامذه حتى نحفزهم على مزيد البذل والعطاء. بالنسبه للنتائج كما تفضل السيد المندوب الجهوي للتربيه، النتائج على مستوى المؤسسات التربويه مرضيه، ولكنها على مستوى الافراد وايضا على مستوى المعهد النموذجي ومعهد 20 مارس هي مشرفه جدا، ونتمنى انه ايضا في السنوات المقبله تكون النتائج يعني احسن من هذا فيما يتعلق بالكيف وايضا الكم عند اهل المدن. ابنائنا اللي ذكرهم اليوم هم المنارة والضمان والديمومة الأقوى لضمان مسيرة بلادنا العزيزة هدية، اللي من دونهم ربما تكون فما خطر على مسيرتها الحقيقية اللي نحبوها واللي عاهدناها واللي نحبوا باش تكون في المستقبل هي نفس المسيرة. هم الضمان، هم رجال المستقبل، هم الاطر والاطارات المستقبليه، وهم الذين سيتقدمون بهذه البلاد في المسيره التي نشاء ونامل. مانيش بطول عليكم، ولكن فما نقطه هامه حق نتوجه لها لابنائنا مباشره. اكيد تسمعوا ابنائي وبناتي ولا بناتي وابنائي في دعوات الجهاد الزائف من أطراف ليس لها صلة بالدين ولا بالجهاد. نحب نقول لكم فقط أن الجهاد الحقيقي واللي باش ينمو في بلادنا هذه واللي باش يضمنها التقدم هو الجهاد اللي قاعدين تقوموا به انتم، هو جهاد العلم. وندعوكم أن تثابروا في هذا السياق وفي هذا المسار حتى كما قلت نضمن أن بلادنا ما تأثرش عليه الدعوات الزائفة من جماعات أغلبها خريجي سجون، ولابد أن نقفوا جميعا وأنتم في الباب الأول حتى تفهموا ما معنى الجهاد الحقيقي، اللي نحب نأكد أنه جهادكم أنتم هو الجهاد الحقيقي. سعيكم إلى العلم، سعيكم إلى الرقي في الريزولتا تاعكم في هربت شي نتائجكم، سعيكم إلى تحسين النتائج تاعكم وإلى التقدم في هذا المسار هو اللي يشير من بلادنا المسيرة اللي نحكوا عليها، وهو الجهاد الحقيقي اللي لابد أن نفهمه الناس كل. قلت ما نطولش عليكم، فشكرا جزيلا، ونمر إلى تكريم أبنائنا. شكرا.